السلام خوتي العزاز، بارك الله عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كيف العاده تحيه كبيره في كل فيديو. ما كننساوش الناس العزاز اللي كيديروا لنا لايك مع البدايه ديال الفيديو، تحيه كبيره لكم. وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا، مرحبا بكم، اشتركوا معنا في القناه وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. ونبداو على بركه الله، ونبداو باول خبر الاخوان. ويلي ويلي على خبر، عرفتي الشاخد راه الاخوان، راه ما في خباركمش باللي بنقطوش بنبطوش او ما عرفتش كيفاش كيسميوه. قال لك نعم سيدي، حضر لنيجيريا وداروا له استقبال، قال لك رسمي فخم وشي حاجه عرفتي ديال الكلاس. اول حاجه كنشوفوا الجمهوريه الجزائريه، الطائره اللي موراه جاي في الطائره ديال العشران الجيران، مزيان الطائره ديال عشرانو. ثاني حاجه الاخوان، نشوفوا هذا الاستقبال الرسمي الفخم الكبير اللي ما كاينش بحاله. علاش كيقطعوا الفيديو مزو في المونتاج الراق؟ صافي سالينا الفيديو، كيديروا داك الشيء غير حدو قدو. علاش؟ باش كتصدق لهم السلوكيه، باش حتى الا تلقوا شي سلوكيه على الناس ديالهم راه كتصدق لهم مزو. والحقيقه الامر الاخوان هو ان هاد النكره، هذا البنادم هذا بنقطوش المجهول مزو بنبطوش، راكم عارفين كيف ما خرجت هي هذيك بنقطوش بالطوش. هاد السيد هذا ما استقبلو حتى شي واحد، بحال شي قطاوط دايز من تما لا وجود له مزو. ما شافوا حد، ما استقبلوا حد. راكم شفتوا الاخوان بهاد اللي سردوا هاد الجندي هذا، علاش قطعوا هاد الفيديو هذا بالضبط؟ قول لهم كون دوروا الكاميرا ويكملوا ويبينوا الساحه ويبينوا شنو كاين وشكون اللي استقبلوا. لا احد، ما استقبلوا حتى شي واحد، حتى واحد، يعني حتى واحد حتى مسؤول. جا راسو مشى جلس في داك واحد الطاويله غير معترف به، شخص مجهول، اضحوكه العالم هو وداك الطائره ديال عشرانو. هذا ما كان. ندوزو للخبر الثاني عاوتاني اللي شاخذها الاخوان شاعل النيشان. قالك نعم سيدي، تم اصدار الاغنيه الرسميه الحقيقيه. قالك راه كانت خرجت قبل من داك الاغنيه اللي راها طوندونس الناس ديال تيك توك يديروها بزاف، ديال الهواويه منين جاك القفطان منين جاك، جاني من الرباط. قال لك هذيك يعني راه غير مو في براكه، وهذه قال لك ها الاغنيه الاصليه خرجوها وهذه هي القديمه. ها تقولوش هاد الخبر الاخوان فيه التهكم ولا كانت فله ولا، اجيو تشوفوا راه ولاو كينشروها بزاف. ها فيديو اخر عاوتاني، سمعوا في شي حفله، سمعوا شنو كيغني. زعما دابا راه كيكلاشينا، كيشوف في الكاميرا القفطان من تلمسان، هذا في شي حفلة، في شي حفلة هذا شي عرس. خليونا نسمعوا هذا الصوت العذب وهذه الأغنية التاريخية العريقة. علاش المغاربة كتعداو على جيراننا؟ علاش؟ ها؟ ودابا المشكلة هذه بقاو كيغنيوها وينشروها بيناتهم وكذا، زعما صافي بحال اللي غطاو ذاك الأغنية الأصلية ديال منين جاك القفطان جاني من الرباط. نسو وفاس وهادي وهادي، زيد بس حاولوا راه مغطاو الواقع وهكا، وهذا هو المعنى الحقيقي ديالو. واش غادي تدرقوا الشمس بالغربال؟ وراه كيحاولوا يدرقوها بالغربال. بركه الا تدرقت غير قدام عينيهم هما، الله يجعل البركه. مزال الاخوان هذه هي العقليه ديالهم، صغيره بزاف، ما عندكم ما ديروا. شنو كنت غادي نقول؟ الله ينعس الشيطان. دابا كيسحب لهم انهم كلاشاونا، دابا هما راه صمكوا راسهم، راه ما سحبلهمش بلي تلمسان هي
البنيوسه الصغيره ديال فاس، واصلا يعني راكم عارفين تلمسان مغربيه تاريخيا، مغربيه دابا صحاب المراه طفروها منين قالوا تلمسان. لا حول ولا قوه الا بالله. ساعات ولا ندوزو الفيديو اللي مورا. وانت ثاني شنو هذا جاي لابس لي بيستا ميليتار وجاي؟ قبل ما تفرجوا هذا الفيديو هاد الاخوان خصكم تعرفوا شنو هي الفكره ديالو. قال لك والي جزائري يسمع لمواطنيه ويلبي رغباتهم. شوف 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 الناس فين وصلوا. وانت ثاني شنو هذا جاي لابس لي بيستا ميليتار وجاي؟ اي روح روح جيب لي بيستا ميليتار، انا تصبر انا نقصر معاك ولا مسخير قلت حياء. ايوا هذا نورمال مو يسقسوا اللي بيستا ميليتار هذا من جابها كاع. كيعاون المسؤولين. جات عنده هاد السيده سيد الوالي، سيد الوالي طا 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 قال لها سير دبري راسك دبري راسك. التعليق لكم يا إخواني الكرام. إخوان خلق نعم سيدي، جزائريين يهجمون ويقتحمون مباني حكومية بعدما تركهم النظام الجزائري في الشوارع بعد الفيضانات. إذا متابعينا الكرام، هاد المشاهد اللي شفتوها قبل قليل من حاضرة الجزائر وصورت في اليوم الخامس من الفيضانات في الحاضرة المبتلة. وليومنا هذا متابعينا الكرام، نظام حاضرة الجزائر لم يتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإعانة المتضررين ولمساعدة المتضررين، لأنهم طبيعة الحال ليسوا مرتزقة البوليزاريو باش يوجه لهم الخيام ويوجه لهم المساعدات ويوجه لهم الطائرات وفرق الإنقاذ. بالرغم من أنه يوم أمس متابعينا الكرام بعد ما نشرت الفيديو ديالي وتكلمت فيه حول هذا الموضوع، نفس الموضوع، تمر 3 ساعات تقريبا وكيخرج على المجيد حشاكم باش يقول على أن نظام حاضرة الجزائر غادي تدخل لإعانة أو مساعدة المتضررين. ولحد الساعة متابعينا الكرام نظام حاضرة الجزائر لم يتدخل، والدليل هو ما تشاهدونه أمامكم على الشاشة. الجزائريين متابعينا الكرام يهجمون على المقرات الحكومية لأن المنازل ديالهم انهارت، لأن البنية التحتية انهارت، البنية التحتية الهشة بطبيعة الحال. نظام حاضرة الجزائر لم يقدم لهم لا خيام ولا مساعدات ولا مراكز للإيواء، فتهجموا أو قاموا بالهجوم واقتحام المقرات الحكومية باش ينعسوا تماك، لأن الفيضانات بطبيعة الحال يعني قامت بجرف كل كبيرة وصغيرة في الطرقات ديالها. ونظام الحاضرة بما أن عنده بنية تحتية هشة والمنازل هشة وكل شيء هش، فطبيعة الحال كل شيء انهار. والبصبعيين الفقاقير اللي طبيعة الحال وجدوا أنفسهم ما بين الفيضانات وما بين المبيت في العراء توجهوا للمقرات الحكومية باش يقوموا باقتحامها باش ينعسوا تماك، لأن نظام الحاضرة يفضل أن يرسل الخيام لمرتزقة البوليزاريو في مخيمة الدلول عارف تندوف وما يقدمهاش للبصبعيين للجزائريين. وتخيلوا معايا متابعينا الكرام هذا المشهد كان وقع في مخيمة الدلول عارف تندوف، كيف كان سوف يتصرف نظام حاضرة الجزائر؟ وغادي تلقاه من الساعات الأولى مصيفة الخيام ومصيفة الطائرات ومصيفة المساعدات اللي عيون بن بطوش ومرتزقة البوليزاريو. أما حينما يتعلق الأمر بالبصبعيين والجزائريين فهم المصير ديالهم هو ما تشاهدونه أمامكم على الشاشة، المبيت في العراء
والمبيت في يعني الوسخ وفي الفيضانات وفي يعني كل ما هو يذل الجزائريين، وهذا هو الحال ديالهم دائما في دولة الحضيرام. للأسف هذا هو أمر هذا هو الواقع، الواقع المرير، الواقع المر. يعني شوف الحقيقة كتكون قاسحة، للأسف خص الإنسان يتقبلها. أول حاجة بهذا كنوجه تحية كبيرة للأخ أنس سوب. ثاني حاجة، فعلا إلا لاحظتوا الإخوان، كون طرات شي حاجة في المخيمات ديال بنقطوش، في شي حاجة لذاك الناس هادوك، كراه عمهم حاشاكم، كراه باع الجزائر كاملة كاملة يبيعها كاين عرفتي غير هاك نزو ويعتني يعني بهم، وها شنو كاين وشنو خصكم وهادي وهادي. ولكن منين جاز في الشعب تكي عليه، سطم عليه نزو. ودابا فين راه الاعلام؟ انا دابا دوت التساؤل اللي كنطرح، فين راه الاعلام؟ فين راه الاعلام اللي كيغطي كاع الاحداث العالميه؟ زعما اعلام عالمي ولا عندكم داك الشيء زوين، القوه الضاربه غير في الاعلام والقنوات ديالكم، وداك الشيء في الواقع الداخل المزوق من برا اش اخبارك؟ حتى من برا ما كاين زواق، والله ما كاين زواق بالله الصراحه. المهم دوزو فيديو لمورا، ما تحركش بزاف برك حانوت هنا. يعني خرجت برك نهضر معاك، خرجت نهضر معاكم. كاين اكثر من 150 عائله راه في فوكتبات برا خويا، فوكار ولا وسيله اعلاميه محليه يقطي في الحادث، يقول لك نحاربوا في البيروقراطيه. بقول لي جامي تدخل، راني نصفق، راني شغل نصفق. عندي صحابي هذوك اللي يقولون اليوم اللي كلوشاروا منا وقام يسلكوا فيهم بلا اسمه الحمايه، ما قدرتش تدخل الحمايه، ما قدرتش تدخل. زيد مقابر جثث خرجوا برا، جثث وراوهم ليش خرجوا برا تاع والدينا، فاهم؟ يعني مبداش والله غني نصف. يقول لك نبني لك 120 مليار، نبني لك تمثال، يهضر على البوليزاريو وعاد اللي حيسموني خاين، وراح ندير لي فيديو، راح منا وهكا نقلع لك الحاجات اللي في بلديتينا، نولي ندير في لي فيديو. انا ما عندي ما نخسر، فاهم؟ انا رحت ندير باسبور ما بغاوش يمدهولي، صافي كنحرق الباسبور معاك، انا فانيك ما عندي ما ندير بباسبور ميت، فاهم؟ واش راه صاري في تي بازا؟ قلنا واش راه صاري في تي بازا؟ تي بازا راه صاري فيها اخيرا. شوف كاين جثث مخرجوا مقابر، مقابر البلديه شغل صاري فيها القصف. ما قدرتش ندير تصوير، ما قدرتش ندير تصاور لهنا، كون انا وريت لكم ما قدرتش. كاين غير صفحات محليه اللي يوروا، كاين غير صفحات وما بغاوش يوروا، عيطوا لي، هضرت معاهم قلت لهم على ماكوش، قالوا لي ما نقدروش، خلاص جاهم مسؤولين محليين جوامير، ما خلوهمش يخلي فيهم يصوروا، ولا السلطات المحليه ما كاش، قال لك حنا ما قدرنا اللي علينا. وكاين واسمه، كاين قلت لك الحمايه ما قدرتش تدخل، كاين غير هذوك الصحاب اللي يبيعوا لك عليهم، يبيعوا الصاروخ، يقول لك جماعه اشرار هما اللي يسلكوا في الناس. هذا ما كان، كاين اكثر من 150 عائله راهي تبات برا، خلاص ما قدروش خرجوا. كاين اللي دارو طاحت، كاين اللي دارو ما على باليش. والمقاولين اللي كانوا يبنوا في ذيك الطريق، انا كنت نشوف فيهم، نعرفهم، راهم كاع هنايا. المهم الاخوان، بغض النظر على اي حاجه، على كل شيء نضرقوا عينينا على كل شيء غادي نقولوا، الله يكون معاهم، الله يسلكها لهم على خير، الله يكون في عونهم، الله سبحانه وتعالى اللي يجعل السلامه. هادشي اللي نداو الاخوان، ولكن انت كتشوف كلشي راه الفيديو كيقول كلشي، اي فيديو كندوزوه راه بحد ذاته كيقول كلشي، وكيعاود كيجبد لهم الجذور ديالهم. قالت وسائل اعلام جزائريه ان قاضي التحقيق بمحكمه بئر مراد رايس القضاء الجزائري يصدر مذكره توقيف دوليه في حق بن سديره. الله صافي، بسبب ابتزاز النظام الجزائري، سو النظام الجزائري، النظام الديكسيسوري، النظام ديال الكبرانات، بحال داك القطال المهبول، داك القطال اللي ملي كتحماق كدور كتاكل في ولاده، هذه هي. ها هما دابا داروا بيناتهم كيتعضوا. قال لك مذكره توقيف دوليه في حق بن قزديره العاصمه اصدر مذكره توقيف دوليه في حق الناشط سعيد بن سديره. ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر قولها إن مذكرة التوقيف جاءت بعد تفكيك مصالح الأمن شبكة ابتزاز ونصب واحتيال يرأسها بن سديرة المقيم في لندن. وأضافت التقارير أن مصالح الأمن صادرت خلال العملية أسلحة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية. في جميع الأحوال
بالنسبه لهاد القضيه ديال يعني الابتزاز والنصب والاحتيال ولا كان فري، هي راه كلشي وارد. ما كانش يعني راه بناوها له جميع الاحوال، راه بناوها له باش داروا هاد المذكره التوقيف الدوليه. نزول الاخوان جميع الاحوال كانوا دوك يصعدوا بيناتهم، واحد كيفرش واحد راه كان معاهم فاش كانت التضويره وكتكون اللحسه، يعني راه ساكت راه غادي معاهم مزيان. غير كانت قضيه التضويره كتسالى النبي حكاينوض كينوض كينبح على مولاه، هذه هي عطي صرفسي معنى واعر عفويا، داكشي عفويا، حنا المغاربه ما شاء الله تبارك الرحمن. دوزا لي اخوان هادي الاخوان واحد البوست نشوف اللي حط كيسميتو جو حطاب فاش كانوا كيساينوا انه يدير شي ردة فعل، او دار واحد السطوري كتب فيه بعتذر من الجميع بعتذر من الجميع ان الفيديو تم حذفه لان الفيديو طلع عن هدفه. الفيديو كان هدفه الاخوه والمحبه والتقارب والتعريف بالحدود، لانه انا عندي بالقناه سلسله عن الحدود حول العالم، ولكن يتحلل الفيديو بطريقه سياسيه من بعض الناس، ولما شفت انه ممكن يعمل ضرر اكثر من انه يعمل موده مسحت الفيديو خلال اول 6 ساعات. دمجت حلقة الحدود مع تلمسان، كان لضيق الوقت ما تم تصوير تلمسان بالشكل المطلوب، وبعتذر من أهل تلمسان بسبب وصولنا 5 العصر لتلمسان ورجعنا بنفس الليلة لوهران لأنه طيارتي كانت اليوم اللي بعده، وبالليل صعب تصور مدينة وتظهر جمالها. كان عندي نية نرجع نسوي وثائقي كامل مغنية ولا شنو هذيك، كانت مرور على طريقنا لتلمسان، ودخلت السوق لأظهر تقارب الشعبين وأنه فيه تداول بالبضائع حتى بالمغرب في وجدة أكيد موجود نفس الشيء، ما كان بوشي من بضائع جزائرية أبدا. وهران ما كان معنا تصاريح فما قدرت أصورها مثل العاصمة وقسنطينة، والرحلة كانت بدون أي دعوة من أي جهة. راكم عارفين الإخوان كيضرب الدارجة ديالو اللهجة ديالو الأردنية. وأخيرا شكرا لكل شخص فهم الفيديو بالهدف المطلوب من محبة وأخوة، إنما المؤمنون إخوة والسلام. هذا هو الرد ديال جو حطاب الإخوان. ومن التالي راه شوف أجندة خفية راه هددوه ومسح الفيديو من التالي، هادشي اللي كاين راكم عارفين، هضرنا في الحلقة اللي دازت البارح غتلقاوها في أول كومنتار فيديو اللي موراه. وهادو اللي يقولوا شعارات مدنيه مش عسكري هما الناس اللي خداو طريحه من عند الجيش الوطني الشعبي لما بغاو يستولوا على الحكم بالقوه في التسعينات، نفس الشعارات تاع التسعينات تخرج دروك، ونفس الشعارات يكروها حركات اخرى في دول اخرى عربيه، لان التربصات اللي يديروها باش يعجبوك الاخوان لا اراديا بعفويه كتلقاهم كيعترفوا كيخرجوا داكشي فهمتي بطريقه غير مباشره كيعترفوا. عمهم عبد المجيد تيت حاشاكم كيعترف، قال لهم باللي داك الناس اللي حنا كنسميهم الجزائريين الاحرار في داك الوقت، قال زعما باللي زعما كيقولوا سماهم بداك الناس اللي كيقولوا الدوله مدنيه، اللي كيقولوا عبارات الدوله مدنيه ماشي عسكريه. الحقاره ديال الكبرانات في داك الوقيته في التسعينات داروا مجزره في داك عباد الله 250 الف واحد نحاوهم باللهجه ديالهم هما في التسعينات. هو كيعترف بطريقه غير مباشره، قال لك في داك الوقيته في التسعينات العسكر عطاهم طريحه، وتما فين وقعت داك المجزره. نسول الاخوان هادشي هنا خص يعني منظمات دوليه مختصه تدخل وتفتح تحقيق من جديد شامل على هاد القضيه هذه، ويحققوا ويفهموا ويعرفوا شنو كاين. وراكم عارفين دابا هاد الناس هادو دابا الشعب اللي راهم دابا كيقولوا تحيه عمهم تيت وتحيه خالهم الشريحه، نسو هادو مصحاب المجزره وما كيعترفوا لا اراديا بطريقه غير مباشره عفويا كيخرجوا شنو عندهم. وكيفاش كنقولوا العدو راه وسطهم هو اللي حاكمهم. ايوا شكون اللي غادي يفيق وشكون اللي غادي يعيق، عندك ما دير
فيديو اللي موراه. شحوالك؟ لاباس الحمد لله. شنو اللبسة هذه لابسها هنا؟ شنو اسمها؟ لبسة خارجية راهي. منين؟ لبسة خارجية في تونس؟ ايه انت تزيري. وانا تزيري. مخي تلخبط انا واحدة من الناس. ايه خليه يتخلبط. ها؟ تو انت تزيري ومتواجد في تونس ولابس لبسة خارجية. شنو علاقتهم ببعضهم؟ أنا مقيم في دبي. اه باهي. هاي؟ هاي؟ مقيم في دبي يعني تلبس هذه؟ مقيم في دبي نلبس اللبسه هذه كي نجي لهنا لتونس. ها؟ على خاطر نجلب الانتباه تاع البنات يبقاو يشوفوا. تجلب الانتباه تاع البنات؟ يقولوا خليجي بنك متنقل. بالحق بالحق. ايه والله نحكي صح. يعني انت تلبس هكا باش تغري البنات؟ اي هك هك. وانت لاباس عليك بالحق؟ وانت لاباس عليك؟ لا 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 نسال فيك. هاني جاوبت انا ثاني. لاباس عليك بالحق انت؟ لاباس. الحمد لله. الحمد لله. متيسر يعني. يعني بلبسة الخليج خلينا نقولوا والساكوشة تزيرية لازم الطابعة تزيري. ايه الساكوشة تزيرية لازم. ايه. قداش عندك في تونس؟ قداش عندك؟ جيت البارح. البارحة؟ ايه. أول مرة تجي تونس؟ لا ما في نجي تونس. كل مرة؟ ومن دبي لتونس علاش تجي لتونس؟ نجي سائح. سائح؟ عجبوني لي زوتيل تاعها. جي سائح ايوا كملها عورتيها في الاول زيد كملها وكون وجهك صحيح. كيجي على قبل البنات كيمشي هذا الجزائري كيمشي لتونس على قبل البنات وباللبسه الخليجيه زعما قال لك باش يلفت الانتباه ديال البنات. بنك متنقل وشوفوا العقليه. ودابا منين كتلقى شي بعض البوصباعيين بحال هكا بعض وديما ما كنعمموش حيتاش كاين جزائريين احرار واخا يكونوا قلالين حنا المهم ديما تحياتنا ليهم اللي كيبغينا كنبغيو والفئه الاخرى لا وجود لكم. هاد السيد هذا الاخوان يعني كيفاش كاينين بعض البوصباعيين عندهم هاد العقليه هذه؟ كيفاش بغيتي ان الحكام ديالهم ما يديروش ما بغاو؟ كيفاش بغيتي الكبرانس ما يديروش ما بغاو والعقليه بحال هكا دايره؟ صافي خليهم. واه بنادم مكوك بهذا المعنى هذا البوصباعي مكوك في عقليته زو خصو هو غير يحرشوه وسير نبحها با 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 المغرب 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 والمغرب راه بالكم بقاو تبعينو حتى غادي تتبخروا ما غاديش تبقاو صاف القاره ديالكم اش من قاره ارسل الارض ديالكم ذاك الطرف ديال الخريطه ديالكم غادي تبخر ماشي غير نتوما بالفقصه من جهه المغرب ما حد واحد لكم هنا راه عمركم سرساحوا الا ما دخلتوش سوق راسكم كل واحد يعيش حياته نتوما عايشين الحياه ديال المغاربه وديال المغرب هيك الماجوج لا الاخبار ديالكم لا الاعلام ديالكم لا الحكام ديالكم لا المسؤولين لا المغرب طا 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 طا, طا. هوك غادي يشدكم بوعنيق شوي شوي كديروا غير كيبان لكم غير المغرب ها والله يرد بكم دوزوا الفيديو اللي موراه. هوى اصبع الشباب بعضلات مفتوله ووسامه ياخذ حيزا من حياتهم اين فضل البعض اللجوء الى حبوب منع الحمل للنساء من اجل زياده سريعه في الوزن امر جعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر نظرا للكارثه الصحيه التي لم يسلم منها حتى الرياضيين. التفاصيل مع حمزه بن هويس. ميليان ميكروفال ميكروجينو هي علامات لأدوية خصصت لمنع الحمل لدى النساء لكن في الجزائر الأمر غريب هو ما وقفنا عليه لشباب تناول حبوب منع الحمل طمعا في عضلات مفتولة ووسامة زائدة. وائل أحد الشباب الذين أرادوا الحصول على ذلك بطريقة سرية حتى أنه رفض الظهور إلا بعد إلحاح. نصحوني قالوا لي باللي كاين واحد الدواء زعما كي تاكلو تجيب راهك شويه. هاد الدواء انا ما كنتش عارفه باللي زعما شغل راح يضرني ولا يهلكني ولا. شنو اسمه هاد الدواء؟ الدواء هذا اسمه ميكرولي حبوب منع الحمل هذه يستعملوها النساء. بديت نستعمل هذا الدواء ومن بعد بديت نجيب روحي شويه ليسونسيال لقيت روحي صافا حسيت بالكور تاعي زاد شويه انا عم بالي شغل حاجه مليحه. وانا اصلا هاد الدواء ما كنتش عارف زعما بلي تاع نساء ولا شغل طاولي غير لا مارك تاعو رحت شريته ديريكت واستعملته
سبب لي بزاف سبب لي بزاف امراض وهلكني في صحتي. ما لقيت جبت روحي شويه الشغل تنفخت شويه وكامل طلعت مي شغل صحتي من الداخل ما وليتش مليح ما وليت صافا سواء مورال مولا فيزيكمون. تناول هذه الادويه المخصصه لهرمونات انثويه لا تتوافق مع الهرمونات الذكريه لدى الرجال جهل لابجديات الصحه في الجسم. وجاونا ديكا كانوا يتناولوا هاد ال كيقولوها هما كيقولوها ثم اخر لقطه في الفيديو قال جهل بمعايير كذا كذا كذا. جهل الجهل صعيب الجهل. هضرت على الفيديو اللي قبل من هذا يعني هذاك راه سوى جهل. شوفوا العقليه وعاوتاني شوفوا العقليه كينوضوا يشربوا الكينات ديال منع الحمل باش زعما ديفلوبا ويفلو كور ديالهم وفي لونطريمون هادي وزعما يصححوا مزو يعني شوفوا العقليه. الجهل صعيب. هذا هو الكومونتير التعليق ديالي الوحيد اللي غنقول. والتعليق لكم يا اخواني الكرام. ندوزو فيديو اللي موراه. حل هذا قلنا احنا نخلقوا بحر في الصحراء نحكموا مع التوانسه على قابس البلاصه ماهوش عاليه ونشقوا طريق نطيحوا في شط المنغير وشط المنغير هذا اي حفره اعطاها لنا رب العالمين كبيره تتعمر بالماء. كون تتعمر بالماء اولا الناس يبغيو يروحوا يسكنوا في الصحراء نحيوا لها التوحش لا مير انتيريور. واني رسمتها سي شبين تقدر تنعتها للشعب الجزائري هذه الخريطه انا عندي خريطه مبسطه يشوفوا واش هو القنال وين يطيح البحر تاع الصحراء وممكن هذه الخدمه انا خليج قابس هاي الجزائر. يعني قال لك نعم سيدي ماضيا فكرت الجزائر في خلق بحر ابتداء من تونس الفكره فشلت ففكروا في منفذ الى المحيط الاطلسي المستحيل تحقيقه طبيعة الحال من اللب المستحيل هذا ماشي غير هذاك مستحيل ما كافياش يمر القناه كيفاش راح يكون تكون قناه من خليج قابس الى منطقه بسكره لان خليج قابس محطوط على زيرو وهذا الملغيق موجود على ناقص 30 ناقص 47 ناقص 25 متر او السيد اللي نسمع فيه يقول المشروع كاين نعم الفرنسيس حبوا يخدموه في 1902 يديروه ميليتير وكاينين حبوا يخدموه في 1958 ويقولوا فيه شوف احنا واش نقولوا في اطار الاحزاب بكل كيما رانا في اطار المغرب العربي في اطار تعاون دولي نتعاونوا باش نخدموا هذا المشروع كي نخدموا هذا المشروع هذا الاراضي كامل يقدر الشعب يروح يسكن سير الله ينعش الشيطان واحد الدبانه عرفتو الاخوان والله الا درت ليه النشبه 100% راه مسردينها المخابرات ديالهك 100% جايه تنشبني حيت كنصور هذا الفيديو هذا ما فيهاش والاخوان وراه غادي يهبلوا باش يضربوا طليله على داك المحيط الاطلسي اللي عمرها عمرهم يشوفوها حتى في الاحلام ديالهم حتى في المنام ما يشوفوهاش من زمان من زمان بين الخبز ديالهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. قالك سيدي انا ما قلتش انتم اقراو ها هما كاتبين هنا الخائن الجزائري الامير عبد القادر اللي كي يترنحوا به صديق وحبيب فرنسا سيصنعون له تمثال لتكريمه في الجزائر. Français, non seulement Abdelkader est considéré comme un ami de la France, mais ses descendants ont versé leur sang. Un ami de la France, صديق فرنسا, عشيرهم. Pour elle, puisque parmi les descendants de l'émir, six ont fait Saint-Cyr ou l'école de l'air, et l'un d'eux, Ali, est mort pour la France en 49 pendant la guerre d'Indochine. Enfin, à Paris, une place émir Abdelkader, ami de la France, a été inaugurée en novembre 2006 dans le 5. Quatrième arrondissement par Bertrand Delanoë, qui était alors maire de Paris, en présence de l'ambassadeur d'Algérie et des descendants de l'émir. Voyez. Ben, je trouve que c'est un amour de maman en France. Je pense que c'est un amour de maman en France. Je pense que c'est un amour de maman en France. Je pense que c'est un amour de maman en France. Je pense que c'est un amour de maman en France. Je pense que c'est طيارات الريوس والجماجم باقين عندهم دايرينهم متحف وتخلص من الفوق باش تمشي تشوف داك المتحف زو راه قاصحه شويه قاصحه والله الا الجيران الا قاصحه بالله
الساعات ولا يعني كيف قلت لكم بأمر من فرنسا قالت لهم ديروا بنيو داك ديروا داك ديروا داك التمثال فهمتوا. وعرفتوا ما عرفش شحال سمعت شحال من قدروا ديال الفلوس واش 120 مليار ولا والله ما نعرف. المهم دابا واش بالصرف ديال واش بالعمله ديالهم ولا الاخوان والله ما نعرف تلفت. المهم تخلطوا لي الاحداث ولكن لا هذه هي يعني 120 مليار كيف قلت لكم انا فاش تخلط واش بالعمله ديالهم ولا. المهم في جميع الاحوال يعني راه غادي تكون واحد الميزانيه اللي حاليا يمشيو يديروا بها غير القياط مزو ديروا غير الخيمات وخليوا عباد الله في نباتو وهاد وصلحوا الديور ولا رمموا ولا بني ولا ديروا حلول للشعب مساكن اللي هما كيمشيو كيهجموا على المسؤولين في ديورهم. كارثه. او فيديو اخر الاخوان مي نو سوم سور اون بلاص اشيرهم هذا ماكرون بوغرون اللي كيجي لعندهم كيبوسوا له اليد ديالو على جال شنو الفيزا يريقوا كما كيقول عمهم تيت حشاكم يريقوا على الجنسيه الفرنسيه. Mais nous sommes sur une place ici symbolique. Dans les chaldos de Doudou. Celle d'un héros du peuple algérien. Waqir Qasr. S'est battu contre la France. Abdelkader. Abdelkader. La force de ce héros algérien, c'est qu'il a su ne pas s'enfermer dans le passé. C'est qu'il a su ne pas s'enfermer dans les pages les plus sombres. Il est devenu ami de la France. 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 صرت الكاسيطة شي أمي دو لا فرانس عاوتاني ها هما كيجبدو كيقول لك كان صديق ديال فرنسا شي فرنسا اللي كتقولوا عليها العدو هادي ما تقدروش تقولوها أصلا. التاريخ ديالكم كيقولها فعلا ما خلاو ما داروا فيكم ولكن دابا لا راكم دابا راكم كتركعولا فهمتي و الله يسمحنا على هذه الهضره هذه ولكن الساعات ولا يعني مجازيا راكم كديروا اكثر راكم دايركم تحت الصباط ما ماكم فرنسا واصلا باقيين تابعين لها في كل شيء وراكم يعني في المنصب ديال مقاطعه فرنسيه بلا ما نرجعوها عاوتاني داك الكاسيطه نطلقوها وكل شيء واضح. قول هنا الاخوان كنكون وصلنا للتالي ديال هذه الحلقه هذه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. الى عجبكم كيف العاده خلي معك واحد اللايك خلي الراي ديالك تحت في التعليقات كثروا لي جمال الاخوان علاش باش الفيديو كيتقترح وكيشوفوه ناس اخرين وبالاخص يوصل عند الناس اللي كيهمهم الامر ويديو ما يعاودوا ويعرفوا الحقائق. الشاشه الاخوان كثروا لي لايك وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. كنت جديد معنا مرحبا بك اشترك معنا في القناه والتحق بالعائله المتواضعه ديالنا وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو.